السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، رحلة جديدة اعتيادية في الغابة كما تعودتم في حلقات هذه القناة، وزي ما أنا متعود برضو ان انا ماشي بسمع اصوات حاجات بقى بتمشي، حشرات كائنات يمين وشمال. الحمد لله الشجر بقى منخفض. اوريكم بس احنا ماشيين فين والدنيا عامله ازاي امامكم. طبعا اخر الممر ده مفاجأة ليكم ان شاء الله، تحمل معلومة وخبر. طبعا هنا هتلاقي يعني وانت ماشي انواع كتيرة جدا من الحشرات والكائنات. الفراشات هي اطيب ما فيهم، في كائنات اخرى شريرة. مش عايز احرق لكم المفاجأة، في بعض الناس موجودين هنا، مش هبقى لوحدي، ناس ما اعرفهمش يعني. خلاص الارض بقى ايه، هنا اثار شوى، ناس حرقه ايه الارض في عده اماكن. هنا كمان، هنا، واخيرا وصلنا. ده نهر ايك. النهر ده بيفصل التوقيت ما بين جمهوريه وجمهوريه. جمهوريه تاترستان الناحيه دي، جمهوريه باشكورستان احنا واقفين عليها. باشكورستان الساعة مثلا هنا دلوقتي 3:15، الناحية دي الضفة الأخرى من النهر الساعة فيها 1:15، فالنهر ده يسوى ساعتين. النهر ده فيه طبعا أسماك، في ناس تحاول تصطاد. الناحية التانية اهو النهر جاري، أنا شايف فيه حاجات اهي تحت، ده مش سمك، ده مجرد شعب يعني. الشعب اسمها ايه؟ طحالب. بس المهم اهم حاجه في هذا المكان الفريد ان هو بيفصل جمهوريه باشكورستان عن جمهوريه تاترستان. زي ما انتم شايفين المنظر، وده الجسر البري اللي بيعبر من فوق. في ناس هي بتحضر سنارتها وفي ناس بتصطاد بالفعل، بس الصيد محتاج صبر ومحتاج انك تنشن على اعماق. فهذه اللحظه الفريده اللي انا كنت عايز اروح اتفرج عليها واشارككم معايا. فما تبخلش بهذا الفيديو على اصحابك المهتمين، سواء بقى بالصيد، سواء بروسيا، بالجمهوريات الاسلاميه، بتاترستان، باشكرتستان، او بمغامرات الغابات والطبيعه، فممكن تشارك معاهم الفيديو ده. يا رب تكون حلقه النهارده ممتعه ومفيدة أهم حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله في حلقات جاية. السلام عليكم.